حياة قائمة بكل معطياتها، تحمل في كنفها الكثير من الظواهر التي تثبت حقيقة ما، خلايا بشرية تعمل في كل حدب وصوب بحثاً عن معلومة صغيرة تؤكد تلك الحقائق أو تنفيها. ففي رحاب الموقع الأثري الجديد الذي اكتشف للتو جنوبي المملكة العربية السعودية، ما يبرهن على حقبة حضارية تماثل نظيراتها في بلدان العرب. ظواهر معمارية لوحدات سكنية ومرافق صناعية تتميز بعض جدرانها وأرضياتها بطبقة من القص. فللموسم السابع على التوالي منذ بداية التنقيب في تلك المنطقة التي يعتقد علماء الآثار أنها تنافس مدن ذات عبق تاريخي طويل، سواء في مصر أو في سوريا والعراق. فعلى مدار المواسم السبعة السابقة، باح موقع العبلاء الواقع في محافظة بيشة في منطقة عسير الجنوبية بالكثير من خباياه، باعتباره أحد أهم المواقع التعدينية في المملكة بصفة عامة، إذ يبرهن صراحة على وجود حياة قائمة بكل ما فيها من إمكانيات وخدمات منذ قرون طويلة. فالمدينة العتيقة التائهة تنافس في تاريخها بعض المدن التاريخية العربية في امتدادها الزمني. وتفتق ذهن سكان العبلاء منذ مئات السنين إلى ضرورة توفير العنصر الرئيس لإقامة حياة على تلك الأرض، إذ اكتشفت البعثة الأثرية خزانات مائية أسفل الوحدات المعمارية والسكنية في الموقع الفريد، الهدف منها في المقام الأول تخزين المياه، مياه الأمطار، وهي المصدر الوحيد للمياه في المنطقة القاحلة. لكن إبداعه بهذا الشكل الفريد يدل على مدى تقدم سكان المنطقة، فما كشفه الفريق العلمي كان غير متوقع، خاصة وأن تقنية تخزين مياه الأمطار في العبلاء تعتمد على بناء أسطح المنازل السكنية بطريقة معينة تسمح بتوجيه مياه الأمطار ونقلها عبر قنوات حجرية مجحصة أو من خلال قنوات من الفخار لتصل إلى الخزانات أسفل الغرف للاستفادة منها وقت الحاجة. ولم ينتهي الأمر عند ظواهر معمارية سكنية وبعض الخزانات المائية فحسب، إذ نجحت البعثة في الحصول على بعض اللقى الأثرية، إذ كشفت الخبيئة سراً من أسرار الموقع الذي أظهر بعض التفاصيل التي تقودنا إلى حقيقة تفوق سكان المنطقة في صناعة احتياجاتهم بشكل احترافي لا يناسب حقيقة الموقع البدائي في جنوب شبه الجزيرة العربية. فعثر الفريق الأمني على مدقات ومساحق ورحى مختلفة الأحجام، فضلاً عن كسور فخارية وزجاجية بنوعيها العادي والمزجج، كما عثر على مقابض لأواني فخارية وحجر صابوني لأبدان، إضافة إلى قنينات زجاجية من أجل شرب الماء وقطع معدنية عبارة عن مسامير حديدية وأجزاء من أواني برونزية متأكسدة وخواتم وحلي مختلفة الأحجام والأنواع من العاجي والأحجار الكريمة. ولا ينتهي القول في بلاد الحرمين الشريفين حول أن الحضارة العربية في شبه الجزيرة لا زالت تحمل في باطنها الكثير من الأسرار البالغة التي ربما تحاكي في عظمتها بعض من حضارات الشرق الكبرى. فالملف الأثري في الجزيرة العربية وتحديداً حضارات ما قبل دخول الإسلام إلى بلاد العرب لم يكن أحد يتحدث فيه صراحة على الملأ، كما كان ملف شائك لا يتداوله الكثير. وعلى ما يبدو أن ما عثر عليه في موقع العبلاء الأثري سيفتح الباب أمام أشياء أخرى غير متوقعة في قادم الأوقات.